وبركاته. شوبير يفجر قنابل مدوية ويكشف كواليس اجتماع إدارة الزمالك بعد رفض خوض مباراة الأهلي، والزمالك يعلن رسميا عدم خوض مباراة القمة. كشف الإعلامي الأحمر أحمد شوبير عن كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد رفض خوض لقاء القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال شوبير في تصريحاته: كان في اجتماع لمجلس إدارة الزمالك في منزل حسين لبيب، الاجتماع كان مطول، حضر كل أعضاء المجلس وكان هناك تبادل للآراء، كان هناك إجماع على موقف النادي وأنهم يطالبون بحقوق النادي والمسابقة ويرون أن هناك دعم جماهيري كبير ولن يتزحزحوا عن موقفهم. وتابع: أكدوا على أن الرابطة واتحاد الكرة هم أصحاب القرار، ولو استجابوا لطلبات الزمالك سيتخذ النادي خطوة للحل، وأكدوا أنهم لا يفتعلون أزمة بل يحاولون حل الأزمات المتراكمة منذ سنوات. ده اللي قاله الأخ شوبير. نروح بقى الزمالك يعلن الانسحاب رسميا، ما اسمهاش الانسحاب، عدم خوض مباراة القمة. الزمالك يعلن عدم خوض مباراة القمة. أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عدم خوض مباراة الأهلي والمقرر لها في السابعة غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، وجاء نص البيان كالتالي: تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا أن جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم. وتتعهد الإدارة بأن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا الذي نجل له ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر. وفعلا كنا نتمنى ألا تغيب عن الملاعب أبدا، فعذرا لأننا لا نمتلك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف. فعلا الجماهير مرتاحة للقرار ده، مش هنلعب باقي ماتشات الدوري لأن مفيش تكافؤ الفرص بالنسبة للحكام. لازم يلبوا طلباتنا في أنهم يعملوا تحقيق موسع مع الحكام، مش في المباراة دي بس، في كل المباريات اللي قبل كده، الحكام اللي كانت بجامل الأهلي والحكام اللي كانت ضد الزمالك، عايزين نعرف بالظبط الكرة بيديروها ازاي، لان كده الفساد بقى علني وبكل بجاحة. يطلع لك احمد شوبير يقول لكم انتوا هتنسحبوا، ما هواش انسحاب، احنا بنقول طلبات مشروعة يا سيد يا فاضل يا شوبير اللي ماسك الاعلام الاحمر، سبب تعصب وسبب الفساد كله. ده بالنسبة لأحمد شوبير، مع أن مدحت شلبي هو أهلاوي ومنهم فيهم ويا ما قال، لكن طلع قال لكم دي مش عزبة، الدوري بيدار بطريقة خاطئة في نوادي زي النادي الأهلي، مش بتلعب ماتشاتها وبيريحوا اللعيبة وبيختاروا لهم مباريات سهلة، لكن في فرق أدت كل مبارياتهم. يعني ده واحد من الناس. الحضري برضو هو حارس منتخب مصر وحارس النادي الأهلي الأوحد، محدش يقول أفضل حارس كان في النادي الأهلي هو عصام الحضري وفي المنتخب كله. عصام الحضري نفسه قال أنا مع زمالك في كل قراراته لأن هو محق في كل كلمة، اللي بيحصل ده ظلم لنادي الزمالك. نروح لأحمد سالم المتحدث باسم الزمالك يعلنها رسميا: الأبيض مصمم على مطالبه ولن يلعب مباراة الأهلي. أعلن بشكل رسمي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن موقف إدارة الكابتن حسين لبيب من الأزمة الراهنة بشأن مباراة القمة غدا أمام الأهلي، وذلك في تصريحات للقناة التلفزيونية أكد خلالها على عدة نقاط تخص مطالب إدارة الزمالك، حيث أكد أن إدارة الكابتن حسين لبيب مصمم على مطالب الزمالك المعلنة منذ مباراة الزمالك مع المصري، وأن مجلس إدارة الزمالك قد قرر بالإجماع عدم خوض لقاء القمة أمام النادي الأهلي غدا،
وذلك بسبب عدم تنفيذ مطالب الزمالك الأربعة المعلنة بشأن خوض جميع مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري ومن ثم لعب مباريات الدور الثاني. بجانب الأمور التحكيمية والتنظيمية التي تم الإعلان عنها عقب خسارة الزمالك من المصري في مباراة شهدت فضائح تحكيمية أبطلوها الغندور ومحمود البنا، ولسه بيكافئوه يعني لسه بيحكم ماتش مش عارف كان النهارده ولا امبارح البنا. وده ليه؟ لأن مفيش كرة في مصر، مفيش وزير رياضة يطلع يقولك اللي بيحصل ده غلط. يوم ما طلع وزير الشباب والرياضة وطلع فساد مالي وفساد إداري في النادي الأهلي، بصينا لقينا الوزير ده قاعد في بيته والنادي الأهلي هو اللي مكمل. يبقى كده الساحة مفتوحة لنادي واحد ولا لا؟ وبعدين يطلعوا يقولولك ده الزمالك هيهبط للدور التاني، والناس تانية تقولك لا ده هيهبط للدور الرابع. ليه؟ لان هو كده هيخسر مباراة الاهلي بثلاث نقاط، اي مباراة تانية هتخليه يهبط للدور اللي بعده. اللوائح ما بتقولش كده يا جماعة، اقروا اللوائح كويس، محدش هيطبق علينا اي لوائح. ليه؟ لان احنا ملعبناش كل ماتشات الدور الاول وملعبناش كل ماتشات الدور الثاني، يعني لعبنا شويه من الدور الاول وشويه من الدور الثاني. مفيش لوائح تقولك ان فريق بيهبط لمجرد ان هو انسحب من الدوري غير لما يكمل على الاقل الدور الاول او الدور الثاني. احنا ملعبناش ولا الدور الاول كامل ولا الدور الثاني، يعني شويه من هنا وشوية من هنا. السمك لبن تمر هندي، اي حاجة بيعملوها في اي حاجة، زي ما قلت لكم بيجيبوا الجدول كده ويفصلوه على حساب نادي الاهلي. لغاية دلوقتي النادي الاهلي ملعبش بيراميدز في ولا مباراة، ملعبش فيوتشر، ملعبش الفرق القوية اللي بيتخاف منها، رايحين يلعبوا الداخلية، رايحين يلعبوا فاركو وامبي الفرق السهلة علشان يريحوه بعد كده، والفرق التانية تبقى انهكت. على اي اساس مقررين ان نادي الزمالك لازم يلعب بكره ماتش الاهلي؟ على اي اساس مقررين كده؟ لان الزمالك عارفينه ان هو في ازمه ومنهك بسبب الماتش بتاع المصري، في مشاكل كتيره واللعيبه مش في الفورمه، اللعيبه كلها في حاله سيئه جدا بسبب اللي حصل من الحكام، ومحدش بياخد حقه. عشان كده قالك هات الزمالك. لا ومش كده وبس، ده احنا بنضرب بعرض الحائط كل اللوائح ورايحين نتفق مع حكام اجانب ملاكي. مين اللي جايبهم؟ تركي آل الشيخ، ودفع لهم علشان يبقوا حكام ملاكي للاهلي في ماتش بكره. يعني ولا كأن الزمالك هوا كده، هما مش شايفين اصلا نادي الزمالك. انت مش شايفنا، فلما تبقى تشوف نادي الزمالك كويس يا بابا، تشوف كويس نادي الزمالك وتشوف هو قد ايه نادي الزمالك. مش نادي الزمالك اللي بيتلاوي دراعه، مش نادي الزمالك اللي يتعامل بيه كده، مش نادي الزمالك ولا جماهيريته اللي في العالم كله يتعامل فيه العمايل دي. فاحنا كلنا مؤيدين القرار بتاع حسين لبيب، وان شاء الله يوصل للمحاكم الدولية، وان شاء الله يبقى فيه قرارات رادعة لاتحاد الكرة الفاسد والمنظومة الفاسدة بأكملها. تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم، وبالتوفيق للإدارة في كل أمور تفيد وتقوي موقف نادي الزمالك. تحية كبيرة للجمهور العظيم اللي ورا الإدارة في القرارات الصح.